اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تملأ خزائن الله نورا، وتكون لنا فرجا وفرحا وسرورا. نزلت سورة الكهف قبل هجرة بعض من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة، وفهم الصحابة حينها أن هذه السورة سوف تؤهلهم لما هو قادم من تضحيات الفرار بالإيمان، والذي يجب أن يكون شاغلهم الأول قبل التمسك بالأرض. فالمؤمنون في مكة يعيشون ظرفاً مشابهاً للظرف الذي عاشه فتية الكهف من الاضطهاد وغياب الأمل في غد أفضل. لذا جاءت سورة الكهف لترسخ معنى وجود إرادة قاهرة لا يعجزها شيء، هي التي تتصرف في هذا الكون، وأن على المؤمنين أن يثقوا في ربهم وألا يقفوا عند ظواهر الأشياء، فالأمور تجري بقدر الله الغالب الذي يجب أن يعتصموا به دوما. لذا كان للسورة وقت نزولها دور في التأهيل لما هو قادم من عظائم وشدائد. مالي أراك تحدق في الحضور أيها القائد جوليوس، وكأنك تبحث عن أحدهم. ألا تلاحظ غياب ماكسيميليان؟ لا تشغل بالك به يا عزيزي، فهو المقرب للحاكم. أنسيت أن هيلين زوجته هي ابنة دقيانوس؟ وكيف لي أن أنسى؟ فقد فطر قلبي هذا اللعين بزواجه من هيلين بعد أن فضلته علي أنا جوليوس قائد الجيش. مرحبا بكم جميعا، أرجو ألا تكونوا قد انتظرتم طويلا، فلقد كنت مجتمعا برسل الإمبراطور الأعظم أدريانوس. أعنتك الآلهة يا سيدي، الجميع يقدرون ما تتحملونه من أعباء الحكم. أجل، هذا صحيح، لقد جمعتكم لأعلمكم بأن الإمبراطور الأعظم أبدى رغبته في حضور احتفالنا بالعيد المقدس لكبير الآلهة. إنهما مناسبتان عظيمتان يا سيدي دقيانوس، ولا بد أن نتجهز لهما. إنني ومعي كهنة المعبد نتهيأ لهذه المناسبة، ولكن يلزمنا مال كثير يا سيدي. تصرف يا كبير الكهنة، لا تحمل الدولة ما لا تطيق. أيها الوزير أريوس، ماذا تقترح؟ أقترح أن نفرض المزيد من الضرائب لتوفير المال اللازم يا سيدي. فليكن إذن، لا بد أن يتعاون الشعب مع الدولة في توفير ما تحتاجه الآلهة. أم يريدون أن يعبدوها هكذا مجانا دون مقابل؟ اسمح لي يا سيدي دقيانوس. أيها العزيز ميشلينيا، مستشاري الأمين، لماذا تقف بعيدا؟ اقترب. ماذا تقترح؟ سيدي، إن الشعب يئن من كثرة ما يفرض عليه من ضرائب، وأخشى ألا يستطيع الكثير منهم دفع ما يطلب منهم. إنه واجب مقدس أيها المستشار ميشلينيا. انتظر يا أريوس، أكمل يا مستشاري العزيز، ماذا تقترح؟ أقترح أن نقوم نحن وجهاء وأعيان هذا البلد بتوفير ما يلزم لهذا الاحتفال بدلا من إرهاق كاهل الشعب بالمزيد من الضرائب. ماذا تقول؟ ما هذا الكلام الذي نسمعه؟ نرفض هذا الاقتراح. لا لا، نرفض هذا الاقتراح، إنه يقف ضدنا بجانب الرعاع. أرأيت عزيزي ميشلينيا، يبدو أن اقتراحك لم يحظى بالقبول، لكني أطمئنك يا ميشلينيا، إن شعبنا طيب وصبور ولن يتذمر. ولكن فلنأخذ رأي مستشاري الأكبر ماكسيميليان، مالي لا أراه بين الحضور. ترى
طال غيابك هذه المرة يا زوجي الحبيب. كيف حالك يا هيلين؟ وكيف حال طفلنا؟ جميعنا بخير، ولكن ما لي أرى وجهك حزيناً هكذا؟ مررت على أدونيا أثناء عودتي وأحزنني ما رأيته. لقد صلبه المجرمون بعد أن أوسعوه تنكيلاً وتعذيباً. أبي لا يتورع عن قتل وتعذيب من أسماهم بالمارقين الذين يرفضون السجود لآلهتهم المزعومة. إن جواسيس هذا الخبيث جوليوس تنتشر في كل مكان، ولا أريدك أن تمكثي وصغيرنا في هذه البلدة في حال حدث لي شيء. ما هذا الذي تقوله يا زوجي؟ كلامك هذا يخيفني. لقد اقتنيت داراً في مكان آخر أكثر أماناً. ألسنا بأمان هنا وسط أهلنا وديارنا؟ لا يا هيلين، لسنا بأمان، إنها ديار الكفر والضلال. وهل يمكن لأبي أن يؤذينا؟ يمكن أن يفعل أي شيء لو علم حقيقة إيماننا. احترس إذن يا زوجي الحبيب، احترس وليرحمنا الله. أنا لا أملك شيئاً لأدفعه لكم. ونحن لا نملك شيئاً سوى هذه السياط. الرحمة. خذوا قيمة ما تطلبونه واتركوا لي شيئاً. بل سنأخذها كلها لقاء ما عليك من ضرائب. يا ويلتي، كيف سأعيش أنا وأولادي؟ اذهب وتضرع للآلهة علها تعطيك شيئا. ولدي، ولدي أدونيا، أين أنت يا ولدي؟ أين أنت؟ أريد أن أكحل عيني برؤيتك أيها الحبيب. أدونيا، أين أنت؟ على من تنادين يا خال؟ أنادي على ولدي، ولدي أدونيا، أريد أن أراه. أدونيا، إنه صوت ولدي، إنه صوت أدونيا، إنه ولدي، ولدي. أمي، لماذا أتيت إلى هنا؟ إنني أهيم على وجهي يا ولدي منذ أن تركتني. أعودي يا أمي، أرجوك، لم أشأ أن تريني هكذا. اللهم ارحم ولدي أدونيا، اللهم ارحم ولدي. أرجوك يا أمي لا تبكي. خلصه يا إلهي، خلصه يا إلهي من عذابه. ما هذا النور الذي أراه؟ أي نور يا ولدي؟ بل أنوار، أنوار الرب في السماء.